بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي تلاميذ مدارس أشتار الابتدائية الأهلية، أرحب بكم لهذا اليوم حبايبي تلاميذ الصف السادس الابتدائي مع درس جديد من دروس القرآن الكريم والتربية الإسلامية. أعزائي أتمنى أن تكونون بخير وصحة وعافية. في الدرس السابق كان عندنا موضوع من الآداب الإسلامية كان عنوانه آفات اللسان، وتعرفنا على آفات اللسان اللي هي الكذب والسب والغيبة والنميمة إلى آخره، وتعلمنا كيف وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يسب المؤمن، وبماذا شبه الذين يتجاوزون ويكون السب والشتم دائم على ألسنتهم. وبعدما سأله أحدهم هل يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى على ما نقول بألسنتهم، أجابه وهل كب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. هذا كان مختصر للدرس السابق. اليوم راح يكون عندنا درس جديد اللي هو من دروس العقيدة الإسلامية الإيمان بالرسل والكتب السماوية. الإيمان بالرسل والكتب السماوية هذا يذكرنا بأركان الإيمان، حيث أنه من أركان الإيمان هي الإيمان بالرسل والأنبياء والإيمان بالكتب السماوية. بداية راح نتعرف من هم الرسل. من هم الرسل؟ الرسل والأنبياء هم أشخاص اختارهم الله سبحانه وتعالى من بين خلقه، منهم أفضلهم خلقا وصلاحا، أرسلهم إلى الناس ليهدوهم إلى طريق الحق والرشاد والإيمان. ومن صفاتهم إنهم صادقون مصدقون أتقياء أمناء، وإنهم بلغوا جميع ما أمرهم وأرسلهم الله به، لذا وجب علينا الإيمان بهم جميعا كما يجب الإيمان بكتبهم. إذن من صفات الأنبياء إنهم يتصفون بالحكمة والصدق والأمانة والذكاء والشجاعة والصبر ومكارم الأخلاق، وهم معصومون أي لا يعصون الله سبحانه وتعالى في شيء. الرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس، ولقد تعرض الرسل عليهم السلام إلى الشدائد والمحن في تبليغ رسالة الله، وآذتهم أقوامهم وصبروا على ذلك، إلا أن أولي العزم من الرسل هم أكثر الرسل صبرا وعزما. رح نتعرف على أولي العزم. من هم أولي العزم؟ سبق وأن عرفنا أنه ذكر في القرآن الكريم اسم 25 نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ولكن العدد أكثر بكثير، واختلفت الروايات بعدد الأنبياء اللي من بداية الخلق اللي هو النبي آدم عليه السلام إلى حد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأنبياء المذكورين لاحقا هم أكثر الرسل صبرا وعزما في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى الذي عهده الله إليهم. كثير من الأنبياء تعرضوا إلى أذى أقوامهم، لكن خص الله سبحانه وتعالى النبي نوح والنبي إبراهيم والنبي موسى والنبي عيسى عليهم السلام والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم أكثر الرسل صبرا وعزما في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى، فهم تحملوا المشاق في تبليغ الرسالة التي عهدها الله سبحانه وتعالى إليهم، فصبروا في دعوتهم إلى الله صبرا عظيما، ولم يثنهم عنها ما لاقوه من أذى أقوامهم وتكذيبهم، وهم النبي نوح والنبي إبراهيم والنبي موسى والنبي عيسى عليهم السلام والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أولي العزم إذ أوصى الله
نبينا الكريم بالصبر كما صبروا في مواجهة أذى الكفار وتكذيبهم. فقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. إذن كان هذا قول الله سبحانه وتعالى، حيث أثنى الله سبحانه وتعالى على أولي العزم وأوصى النبي الكريم بالصبر في مواجهة أذى الكفار وتكذيبهم. لقد أنزل الله سبحانه وتعالى على الرسل كتبا سماوية، هذه الكتب تضمنت أحكام الديانة التي يدعو إليها ذلك النبي. في كل وقت كان هناك أحكام معينة تحكم ذاك الزمن، فكانت هذه الكتب السماوية تتضمن الأحكام التي يدعو إليها ذلك النبي. ومن هذه الكتب هي كتاب التوراة على نبي الله موسى عليه السلام، وكتاب الإنجيل على نبي الله عيسى عليه السلام، وكتاب الزبور على نبي الله داود عليه السلام، وختاما كتاب القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كانت هذه هي مجموعة من الكتب السماوية، وسبق وأن ذكرنا أن هذه الكتب السماوية تتضمن أحكام الديانة التي يدعو إليها ذلك النبي. أكرر، الكتب السماوية هي كتاب التوراة على النبي موسى عليه السلام، وكتاب الإنجيل على النبي عيسى عليه السلام، وكتاب الزبور على نبي الله داود عليه السلام، والقرآن الكريم على نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكتب السماوية وهؤلاء الأنبياء دعوا جميعا إلى عقيدة واحدة، وهي عقيدة التوحيد، أي أن الله واحد لا شريك له، خالق كل شيء. إذن السؤال: هل يجب علينا الإيمان بجميع الأنبياء ولماذا؟ إذن الجواب يكون: نعم، يجب علينا وعلى كل مسلم أن يؤمن بالرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كانوا يدعون الناس إلى عقيدة التوحيد، أي أن الله واحد لا شريك له، خالق كل شيء. فهذا الكلام راح يشمل جميع الأنبياء. إذن أكرر أنه يجب علينا الإيمان بجميع الرسل، لأنهم كانوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء، وهدايتهم إلى طريق الحق والرشاد، وهم صادقون مصدقون، بلغوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ختاما للأنبياء والمرسلين هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، والقرآن الكريم هو الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكتاب يتضمن أحكاما كثيرة ترشد الناس إلى تنظيم حياتهم، كأحكام الإيمان والأخلاق والعبادات والبيع والشراء، فهو آخر الكتب السماوية الشامل لكل شيء. إذن إذا أردنا تعريف القرآن الكريم، سيكون تعريفه هو كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين إلى العالمين من الجن والإنس بواسطة جبريل عليه السلام.
ويتضمن أحكاما كثيرة ترشد الناس إلى تنظيم حياتهم كأحكام الإيمان والأخلاق والعبادات والبيع والشراء، فهو آخر الكتب السماوية الشامل لكل شيء. هذا هو تعريف القرآن الكريم اللي هو آخر الكتب السماوية اللي كان المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا يتضمن هذا الكتاب؟ ماذا يتضمن القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يتضمن أحكام كثيرة ترشد الناس إلى تنظيم حياتهم. يعني كمثال، لما الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصلاة وجدنا كل تفاصيل وكل ما موجود من وضوء أو صلاة أو أي شيء من الأشياء الواجب اتباعها هي تفاصيلها في القرآن الكريم والسنة النبوية. اللي كان غير واضح في القرآن الكريم راح نجده في السنة النبوية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فسره. مثلا عندنا أحكام الإيمان، علمنا كيف أنه نؤمن بالله سبحانه وتعالى وبالملائكة وبالكتب وبالأنبياء إلى آخره بشكل واجب علينا اتباعه. أما الأخلاق فأيضا نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم ووصفه بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فأيضا كل ما موجود من الأخلاق اللي لازم يتبعها كل إنسان هو موجودة في القرآن الكريم. أما العبادات والبيع والشراء فكل هذه أحكام تنظم حياة الناس، عندما حرم الربا، عندما حرم السرقة في الكيل الميزان وإلى آخره من الأمور الخاصة بالبيع والشراء، وحدد الميراث للناس وحدد تقسيم الأرث بين الذكر والأنثى، وكل هذا ما يتناسب مع فائدة الشخص لكل شيء وارد في كتاب القرآن الكريم. فإذا الدستور اللي يشمل جميع الأمور المهمة اللي تخص حياة الناس هو موجود في القرآن الكريم، فهو آخر الكتب السماوية الشامل لكل شيء. الكتب اللي سبقت القرآن الكريم كانت تختص وتشمل الزمن اللي نزل به هذا الكتاب، تتضمن أحكام الديانة التي يدعو إليها هذا النبي. فإذا القرآن الكريم أصبح آخر الكتب السماوية وشامل لكل شيء. في القرآن الكريم نجد الطب ونجد العلم والعلوم ونجد الرياضيات ونجد الإعجاز العلمي ونجد الإعجاز اللغوي ونجد كثير 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 من الأمور لا تعد ولا تحصى. فإذا القرآن الكريم برحمة من الله سبحانه وتعالى بعد ما جعل آخر الكتب السماوية جعل يشمل كل شيء من تنظيم أمور حياة الناس وترشدهم إلى الصح، الطريق الصح والأمور اللي تخص حياتهم. كان هذا تعريف القرآن الكريم. راح نرجع نتذكر تعريف أولي العزم. من هم أولي العزم؟ أولي العزم هم أكثر الرسل صبرا وعزما، فهم تحملوا المشاق في تبليغ الرسالة التي عهدها الله إليهم. لو نظرنا إلى هذه الأسماء، اسم النبي نوح عليه السلام راح يذكرنا بقصة النبي نوح عليه السلام وكيف استمر في دعوة قومه لمدة 950 عام من الدعوة. كان يدعو قومه لكن كانوا يكذبوه ولم يتبعه إلى القليل. وأكيد تذكرون سفينة نوح اللي بناها النبي نوح عليه السلام مع أصحابه المؤمنين اللي اتبعوا ونجاهم الله سبحانه وتعالى بعد ما أنزل غضبه على القوم الكافرين. فهذه كانت جزء من قصة النبي نوح عليه السلام وكيف عانى من قومه لمدة من كبيرة طويلة من الزمن. أما النبي إبراهيم عليه السلام أيضا راح نتذكر قصة النبي إبراهيم كما وردت عندنا في كتاب الصف الثالث الابتدائي، لما كان الحاكم الظالم اللي هو النمرود
وكيف كان يحكم بشكل ظالم وقاسي على الناس. وجاء النبي إبراهيم عليه السلام أراد أن يخلص الناس من ظلمه وجبروته، لكن اللي صار إنه هو حاول النمرود أن يحرق النبي إبراهيم، لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته ورحمته جعل النار بردا وسلاما على النبي إبراهيم. أما النبي موسى عليه السلام أيضا نستذكر في السنة السابقة في الصف الخامس الابتدائي كان عندنا درس خاص للنبي موسى عليه السلام وكيف الله سبحانه وتعالى ابتلاه. إذا تذكرون أنه النبي موسى من أول يوم ولادته بعد ما قرر فرعون أنه يقتل أي طفل يولد في هذا العام، لأن وصل إلى مسامع نبأ إنه سيلد في هذا العام وفي هذا القوم شخص منه رح يقضي على حكمه، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى أم موسى أن ترميه وين؟ في النهر، إلى أن وصل إلى قصر فرعون وتولى رعايته وتربيته إلى أن كبر. وبعدين طبعا قصة النبي موسى عليه السلام طويلة جدا وبها تفاصيل كثيرة جدا، عانى ما عانى من قوم، عانى ما عانى من تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. النبي عيسى عليه السلام سيكون لنا الدرس في هذا العام إن شاء الله تعالى عن حياة النبي عيسى عليه السلام وكيف أيضا تحمل المشاق في تبليغ الرسالة، وأيضا كيف كان ولادته معجزة عندما ولدته سيدة مريم عليه السلام من دون أب، وكان استنكار قومه على هذه يعني على ولادة أمه السيدة مريم عليه السلام، وأيضا تفاصيل كثيرة من حياته آخرها أنه هو حاول قومه أنه يصلبوه ويقتلوه، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله أنزل الشبه بالشخص الذي كان ينوي أذيته وهو الذي صلب وعذب بدل النبي عيسى عليه السلام، ورفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء. أما حبيبنا وسيدنا وشفيعنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو لاقى ما لاقى من قومه ومن يعني قوم قريش ومن زعماء قريش ومن أهلها من تكذيب ومن تكفير لدعوته ومن اتهامات باطلة، اتهموه بالجنون واتهموه بالسحر واتهموه أشكال كثيرة في سبيل أنه يبعدون الناس عنه، إضافة إلى أمور كثيرة. إن شاء الله في كل سنة من السنين راح نأخذ جزء من حياة النبي موسى عفوا حياة النبي محمد عليه السلام ونتعرف على مدى الأذى اللي تحمله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى إليه. حبايبي الحلوين، كان هذا شيء بسيط عن الدرس اليوم اللي كان يتكلم عن الرسل والكتب السماوية، وأيضا ما ننسى نتذكر الكتب السماوية اللي نزلت على النبي موسى عليه السلام وهو كتاب التوراة، وكتاب الإنجيل على النبي عيسى عليه السلام، وكتاب القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكتاب الزبور على النبي داود عليه السلام. وذكرنا أنه كل هذه الكتب تضمنت أحكاما تشمل الديانة اللي كان يدعو إلها ذلك النبي، إضافة إلى أنها جميعا وجميع الأنبياء دعوا إلى عقيدة واحدة وهي عقيدة التوحيد، أي أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له. لذا يجب علينا الإيمان بالرسل والكتب السماوية لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، لأن كلهم دعوا إلى عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد، ماذا نقصد بعقيدة التوحيد؟ أي أن الله واحد لا شريك له، خالق كل شيء. أعزائي التلاميذ، أتمنى يكون الدرس واضح وسهل.
وافتهمتوا المقصود من الدرس وكيف الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نؤمن بجميع الرسل والكتب السماوية، وعرفنا من هم أولي العزم، وعرفنا كيف مدحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أعزائي التلاميذ، كان درسنا اليوم هو شرح درس الإيمان بالرسل عليهم السلام والكتب السماوية. أما الدرس القادم سيكون من شرح وقراءة سورة الرحمن. واجبكم البيت راح يكون حفظ الدرس وكتابة حل المناقشة، أي مناقشة الإيمان بالرسل والأنبياء والكتب السماوية في الدفتر. أتمنى يا ربي لكم الموفقية والنجاح والتوفيق بحياتكم. ألتقيكم على خير الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا على حسن إصغائكم ومتابعتكم.